منصات التواصل الاجتماعي وسوء استخدامه، وخاصة لما الشيء يتعلق بالأكل الناس تتأثر بسرعة، لأن الأكل أكثر حاجة استهلاكاً بشكل يومي. لازم صرنا نعرف صح من الغلط. الحمد لله أن حكومتنا دائماً ما تفرض قوانين صارمة ضد سوء استخدام منصات التواصل الاجتماعي، لأن دائماً ما تأثر سلباً على المجتمع. صار لي سنين عديدة ونستخدم منتجات الشهي لأنها تمر بمراحل كثيرة هي اللي يخليها مميزة بالنسبة لي. منتجات الشهي توصل لأسواقنا بعد ما مرت من كل المراحل بدقة وجودة عالية، هذا ما يجعلها أكثر تميزاً. أنا أثق في منتجات الشهي لأن الجودة هي أولوياتي، وأنا أشوف هذه الجودة موجودة في منتجات الشهي. خبرتي من السنوات في مجال الأغذية خلتني أثق بمنتج الشهي، وأنتم ثقتكم بالمنتج لازم تكون مبنية على تجربتكم بالجودة.